أهلا بكل المستمعين والمشاهدين. بحثا عن تفسير لحادث تحويل سكة أحد خطوط الترامواي بمدينة الدار البيضاء إلى مكان لاحتساء فنجان قهوة، وقد أثار ردود فعل واسعة صب أغلبها في انتقاد الشاب صاحب هذا السلوك الغريب الذي تسبب في تعطيل مرفق عام وأيضا مصالح الناس. اليوم سنضع سلوك الشاب معترض الترامواي تحت مجهر أهل الاختصاص بحثا عن تفسير لسلوكه المتهور. فكيف يمكن تفسير هذه السلوكيات التي يقدم عليها بعض الشباب كحالة هذا الشاب الذي اعترض عربة الترامواي بالبيضاء؟ هل هو سلوك مرتبط بغياب هامش الحرية، أم هو ببساطة قلة تربية وعطب في التنشئة الاجتماعية، أم هو خلل واضطراب نفسي؟ وماذا يعكس مثل هكذا التصرف، وما هي أبعاده النفسية والاجتماعية؟ لتحليل والمناقشة يسعدني أن أستضيف الدكتور عبد الإله هلالي، متخصص في علم النفس المرضي الإكلينيكي. صباح النور دكتور عبد الإله. صباح النور أستاذة خديجة، وتحياتي لكل المستمعات والمستمعين. مرحبا نورتنا. ورحب مجددا بمستشارنا الدكتور مصطفى شقدلي، خبير في علم النفس الاجتماعي. مرحبا. أهلا وسهلا خديجة، حياك الله طبعا، ومرحبا كذلك بالدكتور هلالي وبكل متابعينا في كل مكان. مرحبا نورتونا. طيب أول نقطة ستكون معك دكتور هلالي، إلى مدى يرجع السبب لو وضعنا هذا السلوك تحت المجهر على المستوى النفسي؟ أنا أولا تحياتي كذلك للدكتور مصطفى الشيداري وكل الطاقم. بالنسبة لهذا السلوك، هو سلوك غير غريب يعني بالبتة على المجال السيكولوجي، باعتبار أن هذا السلوك يتكرر كذلك حتى في الدول المتقدمة. نجد أحيانا بعض الأشخاص لديهم بعض الاختلالات النفسية يعني تظهر على شكل رغبة في إثارة الانتباه، واحد نوع من الناس كيكون عندهم يعني بروبليم ديال لافيرماسيون دو سوا، باغيين يأكدوا ذاتهم وباغيين يكونوا حاضرين، فهم كيقلبوا دائما على واحد الوسائل اللي هي بيزار اللي باش العالم كله يعني كيشوفهم. كاين الاشخاص اللي كيقلبوا على هذه الصيغه هذه بالوسائل يعني العاديه، وكاين الناس اللي كيكون عندهم ميولات باثولوجيه ماشي بالضروره يعني اضطراب نفسي، حيت كنقولوا لي ترول دو بيرسوناليتي اي لي ترول بسيكيك، كاين الاضطرابات النفسيه والاضطرابات الشخصيه. هاد الاشخاص هادو كيكون لهم واحد النوع ديال الاضطراب الشخصيه، يفضلون الظهور دائما اما في جريمه، اما في عرقله السير، اما في يعني في وضع يعني اشياء فظيعه، والعالم كله كيتفرج فيهم وكيحسوا بواحد النشوه يعني مؤقته. وغالبا هاد الناس كيكون عندهم هذاك ما يسمى التخدير الوجداني، لانني كنبوهم وكنبقى نقول لهم شنو درتوا وحبستوا يعني الطريق، وهذا يعني كيجاوبك بواحد السلوك يعني اللي كيكون بارد، بواحد لو سون فوا انه كيدير العمل، وبواحد لو سون فوا باش انه كيتجاوب. وكاين الظواهر اللي ممكن تكون ماشي بالضروره فيها هاد الاختلالات في الشخصيه، نعم كيكون يعني سوء التربيه وهذا، ولكن هذوك حالات مرتبطه يعني بواحد الفئه معينه فقط، ولكن الفئه اللي كيدرسها يعني السيكولوجيا. نعم. طيب انتقل للدكتور شقدلي، هل نحن الان بصدد احتباس قيمي؟ هل هو تراجع دور التربيه والتنشئه في مقدمتها الاسره ثم المدرسه ثم الجامعه؟ انا اعتقد اولا قبل ان اغوص في احكام قيمه، يجب ان نحلل شيء مهم جدا للغايه. لان ان تصبح مرئيه الان اصبح متاح للجميع، نحن في عصر الرقمنه، وظهور ما يسمى بالبوز هو فقط أن تظهر، ولكن أن تظهر بشيء معين. أريد فقط أن أقول في تفاعل مع الأستاذ الهلالي، هو أن الإنسان على مستوى مخياله، على مستوى ما يسمى بلانترا انديفيديول، نحن في بعض الحالات نقوم بأفعال على مستوى الخيال تشبه هذا الفعل، بل تكون أكثر غرابة من هذا الفعل. ولكن هذا الشخص وأشخاص آخرين سنراك في التحليل خرج من مخياله ومن تصوراته الداخلية، وقام بما يسمى بالمرور إلى الفعل، لو باساج ا لاكت. لماذا؟ لأن هذه الوسائط الرقمية أصبحت كمثير، وهو أعطى استجابة معينة.
بمعنى أن التكنولوجيا هي هذه التكنولوجيا الرقمية التي نتحدث عنها هي صنعت وسطرت انطلاقا من مكونات يمكن أن أقول عنها سيكولوجية سيكو اجتماعية إن صح هذا التعبير. لماذا؟ لأنها ركزت على الفرد وركزت على ظهور الفرد ويجب أن يظهر بشيء ما معين. فالأفراد الذين ليس لهم ما يظهروه على مستوى ربما الثقافي، على ربما على المستوى الفني، على مستويات متعددة، لا يجدون إلا الأشياء التي يمكن أن تثير حفيظة الآخر وأن يصبح مرئيا لديهم. وبالتالي أنا هنا لا أحاكم التكنولوجيا، ولكن أحاكم ربما الطرق التي نفهم بها ونستعمل بها هذه التكنولوجيا. هذا من وهذا هو جهة، بيت من جهة القصيد أخرى. دكتور شكدالي، هذا هو بيت القصيد. نعم، هذا هو بيت القصيد تماما، هذا هو بيت القصيد تماما. الآن فقط لنتحدث عن شباب في سياق المجتمع المغربي. نعم، الشباب في سياق المجتمع المغربي ربما لا ينظر له بالطريقة التي يجب أن ينظر لها، لأننا سهل أن نقوم بمحاكمة هذا الشاب. طبعا القانون قام بدوره، والآن نحاول أن نفهم، نحاول أن نحلل لماذا هذا تمام. السلوك الذي أعطى سلوك فيه عدوى معينة، لأنه لم تتوقف، بعد ذلك ظهرت سلوكات مشابهة وستظهر كذلك سلوكات متشابهة. نحن في علم النفس وفي علم النفس الاجتماعي نريد أولا أن نفهم ما الذي حصل ولماذا هذا السلوك الغرائبي في نظرنا أصبح يثير مجموعة من التساؤلات. فإذا هؤلاء الشباب الذي لا ينظر لهم في محيطهم الواقعي هنا فعلا والآن، عفوا استاذ شكدالي، ربما هذه الفكره اللي تبادرت لذهني في هذه اللحظه، يعني مثل هذه السلوكيات او هؤلاء الاشخاص او يعني ربما هذه الفئه ديال الشباب، واش باغيين انهم يبانوا مثلا بهذا المعنى هذا، خصوصا مع الثوره الرقميه، واش باغيين يبانوا يعني كانوا ماشي مرئيين وبغاو يوليو مرئيين، يعني هل هذا هو ربما ما يبحثون عن، هل هذا هو ربما الهدف؟ طبعا هو ما كنت بصدد تحليله، ولكن هناك معطيات لا ترتبط فقط بهم وبسلوكاتهم. نعم، هي ترتبط بواقع فيه واحد النوع من التأتيم، فيه واحد النوع من غياب رعاية معينة على المستوى السيكولوجي والسوسيولوجي، بمعنى أنه طلبا لهذه الرؤية المبحوث عنها كما نقول بغايبان، هناك أشياء معينة في محيطه القريب التي لا يظهر لها، لا يظهر هنا ويريد أن يظهر هناك بهذا المنطق معين. وأن التكنولوجيا أصبحت كمثير معين وأصبحت تعطي هذه الإمكانية لأن يجسد ما يدور بخلده وبخياله وبدواخله. جميل، عطفا على ما تفضلت به، وهذه النقطة هذه سأتحول بها للدكتور هلالي. نعيش طفرة الثورة الرقمية على مستوى الخطاب، الكلمات، السلوكيات، هل من هذا المنطلق يمكن أن تكمن الرغبة ربما في التميز ما بين فئات المجتمع، وبالتالي تعطى يعني أو تترجم على أرض الواقع هذه السلوكيات الرعناء؟ الرغبة في اختراق المجتمع والرغبة في الظهور غير مرتبطة يعني بشكل يعني مختصر على الثورة الرقمية. تمام، لأن كانت قبل الثورة الرقمية الأشخاص ما كيلقاوش ذاتهم في لي نورم، يعني في ذوك المعايير العادية ديال المجتمع، فهم كيضطروا أنهم يكسروا لي نورم بلا ما يشعروا. وهنا عندنا جوج فئات، فئة اللي كتكون كتحتفظ بواحد النوع ديال الضبط الذاتي ديال الجماعة، ولكن كتميل إلى تكسير لي نورم. وكنلقى حتى عند بعض الأدباء، عند بعض الشعراء، عند بعض الفنانين، أنهم إلى بغيبان إلى خصو يخدش شي حاجة اللي غادي يكسر، يعني هذا تكسير للمعايير. تكسير للمعايير. نعم، تكسير المعايير باش أنه يعني وكيدير شي حاجة اللي عارف بأن الناس غادي تدور فيه وتقول له راه. هذا جانب. الجانب الثاني هو ان الشخص ما كيبقاش كيهتم كاع نهائيا يعني بليماج ديال لو تخوي واللون ديال لو تخوي، وكيدير يعني كيكسر لي نورم باشياء اللي هي بيزار، بحال اختراق يعني مباراه كره القدم عاريان، وبحال السلوكات بحال هكا، واعتراض التراموي. هذه ظاهره كاينه في اوروبا، كاينه في دول العالم. هامش الحرية ولا كيساعد، زائد الآن شفنا بأن الثورة الرقمية زاد ساعدت أشخاص تماما بأنهم يعني عندهم وسائل فين يظهروا،
فين يميز واحد الشيء من خصوصيته كما قال البروفيسور الشكدالي هو ان كنعيشوا او نيفو ديال لانترا وبزاف ديال لي ديفورماسيون او نيفو ديال ليكزيستانس يعني ديك الوجود ديالنا في العالم تمام. لكن المخيله ديالنا كنقدروا نستوعبوها ولكن حينما يعني كنسقطوا ديك المحتوى ديال المخيله اللي فيها تكسير لي نورم على المجتمع هنا كيبدا المشكل وكنبداو نقراوه قراءات اخلاقيه قراءات قيميه وقراءات باثولوجيه وانا كنشوف بان القراءات كلها تمام يعني ممكن علاش لان حتى القراءه القيميه والاخلاقيه مهمه لان العديد عنده هذا الميول لانه يدير شي حاجه بيزار ويكون يعني العالم كله غيشوفه ولكن بما ان يعني حريص على يعني النسيج الاجتماعي والتماسك ديالو واحد النظره فهو كيحاول يبقى داك الشيء في المخيله ديالو فقط الاخرون عندهم هاد القدره ديال اللي يسمى الكومبورتمون امبولسيف عندهم ديك الشخصيه الاندفاعيه الاشخاص اللي كتكون عندهم هاد الميولات الاندفاعيه فإلا حصلوا عندهم اما دي فونتازم او افكار هذا فهم كيحاولوا ما امكن انهم يقلبوا على شيء ايديليه بيزار شيء فكره بيزار ويطبقا وكيتسنى ردود الفعل بان الناس طريقه باش تتفاعل في اليوتيوب في الفيس بزاف ديال وسائل السوشيال ميديا هذيك الطريقه باش الناس كيتفاعلوا واحد كيسب واحد كي هذا فهو حقق البازل كما كنقولوا. طيب دكتور شكدالي يعني هذا السلوك اللي قام به هذا الشاب هذا اللي اعترض بصار ديال الترامواي اين يمكن تاثيره بالضبط يعني هل ربما كبير اللي ما بدانا هل يعد بحثا عن التميز عن التفرد داخل المجتمع؟ اولا يجب ان ننتبه الى شيء مهم هو انه بعد هذا السلوك وبعد ان يسجن هذا الشخص هذا الشاب كتب كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي نصا يبرر سلوكه وانا احيل الاستاذ الهلالي وهو المختص ان هذا النص الذي كتب فيه واحد النوع من الهذيان بمعنى انه يظهر بانه شخصيه باثولوجيه مما قاله هو انه بسلوكه هذا يريد أن يظهر للعالم أنه باستطاعته أن يوقف أشياء أخرى تتعلق بالبلاد بمعنى أنه أعطى تأويلات أخرى أعطى تأويلات مرتبطة بالعلاقة مع إسبانيا الآن بمعنى أن من هذه السلوكات حاول أن يظهر للآخرين على أساس أنه شخصية مهمة وبأن سلوكه سلوك في نوع من المواطنة إلى آخره بمعنى هذاك النص الذي كتب وفي حد ذاته يحمل خطابا باثولوجيا فيه هديان معين وفيه تصورات معينة ولكن المسألة هي يمكن أن نفهمها ببساطة كما كانت تقول العرب خالف تعرف بمعنى يمكن أن نفهمها بهذه الطريقة ولكن لأن هناك قصدية القصدية تتمثل أولا في تصوير هذا الفيلم تصوير هذا الشريط وفي بث هذا الشريط بمعنى أن هناك قصدية معينة إذا نظرنا إليها من وجهة النظر القانونية ما دامت أن القراءات كلها متعددة ومتاحة طيب. ولكن هذه القصدية هي التي تظهر بأنني أنا كشخص قمت بهذا السلوك نيتي مع سبق الإصرار والترصد لأن أصبح مرئيا لدى الجميع هو في الحقيقة هو في الحقيقة دكتور شكدالي عذر أقبح من زلة كما يقال وغادي نرجع وغادي نرجع للمستوى الباثولوجي والاختصاص ديال الدكتور هلالي هذا السلوك يمكن أنه نصنفوه أو يؤثر ضمن خانة المرض النفسي أو الاختلال النفسي يعني بغيت نرجع لهذه النقطة هذه بالذات على المستوى الباثولوجي بالنسبة هو كاين الحالات ديال الباثولوجي هذه الحالة اللي قدامنا حالة ماشي باثولوجية 100% وراه الدكتور شكدالي راه شار الإشارات أساسية في الأخر نعم لأن فوقاش كنقولوا سلوك باثولوجي 100% ملي كيكون الشخص كيكون مدفوع بطرف داك لو ديليغ ديالو داك الهذيان وعنده تبريرات هذيانية فقط ولكن ملي كتجي تشوف الطريقة باش اعترض كيعترض بشكل عشوائي وما كاين لا تصوير وما كاينش واحد الاحتفاليه معينه فهذا مشى شرب اتاي وكاين التصوير اذا كاينه نيه وكاين عند التجهيز وهو بغى يظهر يعني العالم هنا كتكون هاد الشخصيات اللي كنسميوها يعني الاضطراب لي تري دو بيرسوناليتي ماشي اضطراب باثولوجي وكاين اختلاف فيهم واخا كنقولوا مصطلح الاضطراب انما كاين اختلاف ان الاول اللي هو اضطراب باثولوجي الشخص يرفع عنه القلم خصوصا في البارانويا وفي السكيزوفرينيا لان ملي كيكون عندنا لو ديليغ كيكون الشخص غير مسؤول جنائيا
هذا من الناحيه القانونيه. قانونيه بين تماما. ما بالنسبه للاضطرابات الشخصيه لي تروبل او نيفو ديال لي تريت دو بيرسوناليتي، ديك لي تريت دو بيرسوناليتي، فهذوك الاشخاص كيكونوا يمتلكون كافه القدرات العقليه ولكن عندهم ميولات باثولوجيه في الفونتازم ديالهم، في افكارهم. وهذا علاش ان الشخص عنده واحد الفكره بيزار بان دار واحد الريتوال، واحد الطقس معين اللي غيظهر به للعالم وغادي يستفز به المغاربه، وان ميم طون عطى رساله. هذا مع سبق، هو مع سبق الاصرار والترصد يعني عمل هذا، قام بهذا السلوك. طيب دكتور شكدال، يعني هذا الحادث او هذا الخطاب يمكن ان يعكس ان الشباب اصبح قد يهتم بالاندماج في الحياه المجتمعيه والسياسيه، ولكن الاكيد ربما الطريقه التي تم بها هذا الانخراط كانت خاطئه ب 100% وفيها تهور. ربما نقدر نرجع لها لان عملتي لها واحد الاشاره قبل قليل. طبعا لاننا قلت في البدايه لا يمكن ان نحاكم الافراد في معزل او بمعزل عن السياقات التي يوجدون فيها. تمام. فاذا كانت الرغبه في الظهور، واذا كانت الرغبه هي نداء استغاثه في العمق كما اقول دائما، بمعنى انظروا الي انا موجود، هذا هو الخطاب الذي في اخر المطاف بغض النظر عن تحليل الشخصيه كيف هي الى اخره. ولكن اذا حاولنا ان ننظر للمساله في سياق معين سنجد بأن وكأنه يريد أن يوجه الخطاب إلى المجتمع، وكأنه ينتقد المجتمع، وكأنه يريد أن يقول للمجتمع رغم أنك قمت بتعتيمي، رغم أنك قمت بإقصائي، فأنا سأظهر وسأظهر بهذه الطريقة، ولا يهم ربما ما سيحصل فيما بعد. لأن منطق البوز الذي نتحدث عنه اليوم هو منطق يذهب في اتجاه الفضائحي، في اتجاه الأشياء المثيرة معينة. وهذا يمكن أن نقوم كما قلت وتفضلت، يمكن أن نقوم بقراءته من ناحية السياسية كذلك. لماذا هذا في واحد النوع من تحطيم الذات، رغم أن فيه نشوة، فيه ظهور، في واحد النوع من التمركز حول الذات إلى آخره. لأن إذا لاحظت معي المسألة كانت ممسرحة، كانت واحد عملية مسرحية، بأن الطاولة كانت موجودة، الكرسي كان موجود، الذي قام بتسليم القهوة كان موجود، كانت واحد النوع من المسرحة معينة. المسألة ما كانتش اعتباطية، كان واحد النوع من اون ميزون سان، وان ميزون سان نيميريك، لأنها كتصاوب على أساس باش تثبت. ولكن المشكل هو أن رغم العقوبات، رغم السجن، ظهرت سلوكات مشابهة وكذلك فيها نوع من المسرحة، وكأننا أمام خشبة مسرح، وكاننا نريد ان نؤكد هويه معينه عن طريق مسرحتها وعن طريق بثها الى اخره. طيب انا بفعل هذه الاعتزازات دكتور هلالي، ربما غادي نمشي للجانب الاخر اللي هي ناتجه عن سوء استعمال التقنيات الحديثه، هل نستطيع القول بان الثوره الرقميه قد يعني ربما تحرض الشباب على الاقدام على هكذا سلوكيات خاطئه، وبالتالي شنو هي الانعكاسات النفسيه اللي تقدر تحصل؟ هو ان هذه السلوكات مازال غادي نشوفوها، مازال غادي تكون، يعني حيت تف في الغرب اللي هو كيفكر لها، وكاين ديزاتولي، وكاين المختبرات اللي كتدرسها، ومع ذلك هي مستمره. غير ان خاص اولا يكون عندنا جهاز امني يستوعب المساله وعارفها، ماشي كيما يعني خصو يكون كيعرف يفيئها، ما يخلطش مع بقيه يعني الجرائم. ثانيا يكون عندنا واحد الدور يعني تربوي رقمي كذلك مواكب، وهذا هو اللي كيخدموا عليه في الغرب، هو ان كنخلقوا ما يسمى الاخلاق ديال العالم الرقمي. وهذه الاخلاق ديال العالم الرقمي شنو غادي دير؟ غير كتليميتي، لان الا ما درتيش راه ممكن توصل لواحد الغزاره ديال السلوكات مثل هذه، وغادي تولي يعني عرقله ديال السير العام بشكل يعني مبالغ فيه. لكن خصنا يكون عندنا واحد التربيه رقميه الناشئه، ما نخلعوهمش من التكنولوجيا، وفي ميم طون يعني اننا انجيكتيوهم في هذه الثوره الرقميه بواحد الاخلاق معينه. وهاد لي فاي غادي يوقعوا، وخصنا نعرفوا نقراوهم كما قال الدكتور. هو ان الشخص عنده ازمه هويه، هو باغي يبان، عنده كيحس بان ذاته هويته كشخص ما كايناش اعلاميا، يعني مطموس، هو خصو يظهر. ثانيا انه كيبين لك، لان كما كنقولوا للبسيكولوج هذيك لا فولونتي دو بوفوار، انا عندي قوه، أنا قادر نوقف السير، ماشي قادر نوقف السير، أنا قادر نوقف المغرب. يعني هذه رسالة قوية، أنا قوي. وأغلبية الأشخاص اللي كتكون عندهم الشخصية البارانويا، ماشي الاضطراب ديال البارانويا، الشخصية البارانويا، كيكون عندهم الوهم بأن عندهم قدرات خارقة،
وبأن عندهم أفكار يعني ليس صعبة الآخرون، وعندهم قدرات أنهم يقفوا السيل العام. نعم، يعني حديثنا سيستمر معكم بكل تأكيد، ليس الآن لكن بعد فاصل قصير عبر أثير مدئة. كل الشكر للدكتور عبد الإله هلالي، متخصص في علم النفس المرضي الإكلينيكي، وأيضا الشكر موصول دائما للأستاذ والدكتور مصطفى شكدري، خبير في علم النفس الاجتماعي ومستشار البرنامج. شكرا جزيلا، سنواصل باقي المحاور عبر أثير ميديا، وكل الشكر لكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا أيضا على كرم المتابعة، وأنا على وعد اللقاء بكم غدا في نفس الموعد.